إلى كومة من الركام حولت آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج الواقع وسط قطاع غزة. فالقصف الإسرائيلي طال المنازل والبنى التحتية والطرقات والشوارع. كانت هذه واحدة من أكثر المناطق في قطاع غزة التي كانت عصية على الانكسار في ظل ضربات نوعية من المقاومة تلقتها إسرائيل التي بقيت عاجزة عن الدخول إلى عمق هذه المنطقة لأسابيع. البيوت يعني هم بيحكوا استهداف كله عسكري، هذه البيوت عسكرية، هذه مدنية. المنتزه اللي بتنزهوا فيه السكان والمخيم البريج برضو هذا كلها مدنيين، هاي استهدفوا بيوتنا، هايات كل بيوتنا كلها الان كلها مستهدفه. حتى الاستهداف اللي صار للمدنيين والشهداء هان من الحاره برضو مدنيين، فصار هنا البريج كله خراب وعباره عن دمار. احنا بالبريج في مدرسه ابو حلو، فجأة الطيران صار يخبط علينا وهجمنا من أي من كل الشقات، وابن سلفي صاوب صديق في ظهره، وضلينا لآخر نفس إحنا في البريج ما رضيناش نطلع. بس لما هجموا علينا على المدارس وضربوا علينا غاز وقنابل وما خلوش ولا إيش اللي استعملوها علينا، بصراحة إحنا خفنا. ما فيش بيوت، دمار. يعني إحنا حزنين على الناس اللي هتعود وتشوف بيوتها كيف بدها تسكن، كيف بدها تعيش، دمار رمل بس، احنا شايفين بس بلوك ودمار بس. رغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية من مخيم البريج إلا أن طائرات الاستطلاع على هذه الشاكلة لم تفارق الأجواء. في الكثير من الأحيان تواصل ارتكاب المجازر بحق الأبرياء، رغم أنها ارتكبت فظائع مروعة بحق المدنيين العزل وقتلت منهم المئات فقط في هذه المناطق. أكرم دلول من مخيم البريج وسط قطاع غزة، الميادين.